مرتين كورونا، مرتين كورونا، كنت فين وبتعملي ايه وتعاملتي ازاي؟ اتخضيتي، بانكت، عزلتي نفسك في البيت، مين كان معاكي؟ أول مرة كنت راجعة من سفر وبنتي كانت معايا وصحابي كلموني، كنا راجعين من مهرجان، فصحابي كانوا في نفس المهرجان وكلموني قالوا لي بسمة احنا جالنا حللي كورونا. كورونا علشان احنا جالنا كورونا. تم لا أنا لا، فقالوا لي أنتِ لا، على انكار أساس إيه طبعا، يعني؟ انكار على أساس جميل. إيه؟ حللي. حللت طلعت بوزيتيف جدا، انا فقلت لهم انا انا معاكم. بنتي احنا بناكل من نفس الطبق بنفس المعلقه، بنشرب من نفس الكوبايه، بننام مع بعض في السرير، فكان عندي حاله رعب ان هي تبقى اخدتها مني، لان انا قعدت 5 ايام على ما عرفت ان انا عندي. اوكي، قعدت في مع حاله مش انا لا دي وما كتير، حسيتيش بأي أعراض؟ كنت حاسه ان انا تعبانه، ظهري وجعني، جسمي مكسر، عايزه انام، اللي هو حاجات برد كده المروحة، اللي عايز هو تغيير الفصول سن، وانا يعني. بقالي كتير لابسه كعب وبتاع، فاكيد دي اعراض سن، انا كده بكبر يا جماعه. طلعت الحمد سوسن. لله مش بكبر، طلعت بكوح. فخليتها معايا، حللت لها، طلعت هي نيجاتيف، فضلت الحمد لله، معايا هم مناعتهم بتبقى أفضل. الحمد لله، فضلت معايا كذا يوم، بعدين حللت لها تاني، وبعد كده راحت كملت المده عند مامتي. طب ولما جات لك مرة تانية كنت وانت بتعملي اللي ما يشتري يتفرج. قبل ما نتكلم بقى على التشهير، عاملين موضوع مهم جدا في المسلسل ده، فكرة التشهير بالسمعة واستخدام السوشيال ميديا، واحنا بنعاني بقت يعني ظاهرة كارثية في المجتمع دلوقتي. بس انت اكتشفت امتى، في انهي مرحلة بقى في المسلسل، كلاكيت تاني مرة كورونا؟ تاني مرة اكتشفتها بالصدفة، أنا لأني كنت بحاول بقدر الإمكان ما بقاش في وسط تجمعات، فجايبة في البيت الرابيد تيست، فحللت على آخر 2 أو 3 في التصوير وطلعت بوزيتيف، فاتخضيت لأنه نط في وشي كده إنه بوزيتيف، فعملت تحليل تاني طلع بيشاور عقله بوزيتيف ولا نيجاتيف، وانا عينه ورا عينه، وهو العينه يعني مش سهلة، غلسة أوي. وبعدين فيها نسبه، فاول واحده كانت كونسنتريتد قوي، تاني واحده كانت اقل فبتشاور عقلها، تالت واحده طلعت لي نيجاتيف. قلت طب انا هنام 2 3 ساعات كده، لسه قدامي شويه على الشغل واشوف لما اصحى انا عامله ازاي، وبرضو اعراض تكسير وتعبانه، بس يعني يمشي ان انا عندي شغل وبنام وحش والجو برد اليومين دول وبتاع. صحيت من النوم لقيت اللي كانت بتشاور عقلها دي بقت بوزيتيف، فخلاص انا كده بوزيتيف يا جماعه، ارجوكوا ما حدش هيتعامل معايا، بقيت بمثل من بعيد، واو، ده طلبت ان يعني كل الممثلين يعرفوا لانه كل كلهم الكرو وافقوا، بس ما حدش قلق. كله كان قلقان طبعا، بس كنا بنحافظ على ان احنا يعني، حتى ابتدت الشطات شكرا للاستاذ المخرج عصام نصار طبعا لان يبعدنا عن بعض. المسلسل كان بيتعرض على الهواء، فانت كنت مضطره تشتغلي، فخلاص احنا مضطره. بنعرض ولسه فاضل لنا 2 تصوير، فانا مضطره انزل اشتغل وخلاص، باخد الشوط بتاعي وانزل اقعد لوحدي، اعمل عزل لوحدي، برافو، واللي حواليا كلهم بماسكين فوق بعض، وخلاص وعدت. عدت الحمد لله.